سبق وشرحت جميع تفاصيل هذا الموقع، لكن سأعيد شرحها يعني من البداية. أولا سنلقي نظرة بسيطة عن الموقع، سننزل قليلا إلى الأسفل. هنا توجد الباقات التي يعمل فيها الموقع، يمكنك التعدين في البيتكوين من خلال تشفير سكريبت وتشفير سي اش 256، وأيضا يمكنك تعدين عملة الإثريوم والزيكاش والداش كوين. الداش كوين حاليا لا توجد، أما الزيكاش والإثريوم مبدئيا لا أنصح بالتعدين فيهما. إن كنت تريد نصيحتي يعني أنصحك التعدين في عملة الساش 256 لأنها حاليا الأكثر ربحا يعني في هذا الموقع. ننتقل إلى طريقة التسجيل في الموقع وهي بسيطة إخواني، كل ما عليك فقط هو الضغط على زر ريجستري. الآن كل ما علينا فقط هو ملء هذه البيانات البسيطة، يعني هنا البريد الإلكتروني الخاص بك، هنا البلد الخاص بك أيضا، هنا الباسورد وإعادة الباسورد، وهنا تاريخ الازدياد الخاص بك. والرجاء ملء بيانات صحيحة، يعني حتى لو طلب منك إثبات أو غير ذلك ستكون معلوماتك صحيحة. الآن كل ما عليك فقط هو الإجابة عن هذه الكاباتشا يعني، ثم الضغط على ريجستري. بعد ذلك ستتوصل برابط لتفعيل حسابك من خلاله، يعني سيرسل لك إلى البريد. كل ما عليك فقط الرجوع إلى بريدك وتفعيل حسابك. الآن طريقة الدخول بسيطة جدا من خلال لوجن، تقوم بكتابة البريد والباسورد ثم الإجابة عن سؤال الكاباتشا ثم لوجين. أنا سبق وقمت بتفعيل خاصية جوجل لتوليد الأكواد وغير ذلك، ينصح بتفعيلها حتى يكون هناك حماية أكبر لحسابك. سأقوم بكتابتها يعني في ثواني. نعم أوكي. مبدئيا هذه واجهة الموقع يعني من الداخل. سنلقي نظرة بسيطة، هنا البالونس الخاص بالبيتكوين في عملة السي اش 256، هنا في عملة السكريبت يعني تابعة أيضا للبيتكوين، هنا البالونس الخاص بالإثريوم، وهنا الخاص بالزيكاش. حاليا تم إلغاء الداش كوين ربما لشدة صعوبتها أو لأسباب يعني للموقع. المهم هنا على الجهة اليسرى، أولا إن أردت الشراء يعني من خلال باي هاش من هنا، هذا الداشبورد الذي نحن فيه الآن، هنا هيستوري بجميع تعاملاتك يعني شراء وتحويل وغير ذلك، هنا إن أردت مشاركة رابط الإحالة الخاص بك، هنا الإعدادات، وهنا هيلب يعني إن أردت معرفة بعض البيانات أو التواصل مع الموقع وغير ذلك. سنبدأ أولا بطريقة الشراء وهي بسيطة جدا، يعني سنضغط فقط على باي هاش، ثم ستختار العملة التي تريد الشراء منها سواء من هنا أو بالضغط هنا على هذه السلة من أمام أي تشفير تريد الشراء منه. مثلا سنقوم بتجربة على السي اش 256 من هنا، من خلال هذه المنزلقة يعني يمكنك تحديد الهاش الذي تريد شراءه. أقل نسبة للشراء هي 10 جيجا هاش وسعرها 2.2 دولار، وهذا ما يعادلها يعني بالبيتكوين. سأشرح طريقة الشراء يعني بالتطبيق العملي. سأقوم بشراء بعض الجيجا هاش، سأقوم بشراء 700 جيجا هاش حتى تكتمل لي هنا 14 تيرا هاش، ثم نضغط هنا على بروسيد، ثم سننزل إلى هنا سيلكت بيمنت. هنا إن أردت الشراء من البالونس الخاص بك، إن كانت الكمية قابلة للشراء يمكنك الشراء من هنا. هنا إن أردت الشراء من عملة البيتكوين، وأنا لا أنصح حاليا بالشراء بعملة البيتكوين. لماذا؟ لأن رسومها يعني كبيرة نوعا ما. الأفضل أن تقوم بتحويل رصيدك من البيتكوين إلى الباير والاستثمار عن طريقه، يعني أفضل بالنسبة لي حاليا. هنا إن أردت الشراء من خلال الكريدت كارد هنا أو هنا، أنا مبدئيا لا أنصح بذلك لأن فيها اقتطاعات نوعا ما مرتفعة، لكن إن اضطررت لذلك يعني يمكنك الشراء منها. لكن كملاحظة إخواني، سيتم تعليق استثمارك لمدة 30 يوم حتى التأكد من أن الكارد الذي قمت بالاستثمار من خلاله خاص بك وليس مسروق أو غير ذلك. هنا سنستثمر يعني من خلال الباير، سنضغط هنا على ويت باير، سنضع علامة هنا على كونفيرم، ثم نضغط هنا على الخضراء هنا كونفيرم. الآن سنتم العملية من خلال الباير من العملة اليو اس دي، ثم نضغط هنا على كونفيرم، سنضغط هنا على كونفيرم مرة أخرى. الآن تمت عملية الشراء بنجاح، كما تلاحظون أصبحت لي هنا 14. من خلال الفيديو السابق يعني جاءتني بعض الأسئلة، من بينها كيف أحسب معدل الأرباح الخاص بي. مبدئيا أخي الكريم أو أختي الفاضلة، لحساب الأرباح الخاصة بك يعني يجب أن تكون قد استثمرت، ولكي تعرف أرباحك يعني كل ما عليك فقط هو الانتقال هنا. كما تلاحظون أنا استثمرت في عملة السي اش من تشفير سي اش 256، هنا أرباحي المقدرة يعني يوميا، هنا أسبوعيا، وهنا شهريا، وهنا لمدة 6 أشهر، وهنا لمدة سنة، يعني هنا تجد جميع التفاصيل الخاصة بك أنت. ننتقل الآن إلى نقطة هامة يعني جدا بالنسبة لي حاليا وهي خاصية البول، سندخل إليها هنا. أنا قمت بتجربة يعني أكثر البولات الموجودة في هذا الموقع، لكن أكثر بول أعجبني هو هذا البول أونتي بول الأخير هنا. بصراحة يعني جربتها جميعا لكن أرباحها نوعا ما ضعيفة. يمكنك التجربة، أنا سأختار هذا البول أونتي بول وسأعطيه نسبة 100%، ثم سيف.
الآن لن نتمكن من تعديل البول إلا بعد 24 ساعة كما تلاحظون. هناك نقطة ثانية مهمة جدا يعني، وهي نقطة الاستثمار من خلال هذه الخاصية هنا. إن كان استثمارك يعني بسيط وتريد إعادة الاستثمار الأوتوماتيكي، هناك خاصية جميلة وهي من هنا. كل ما عليك فقط اختيار هذه التشفير أو هذا، مثلا سنختار هذا التشفير ثم سيف. بعد ذلك عندما تصل إلى حد الشراء 10 جيجا هاتش، سيقوم الموقع أوتوماتيكيا بالشراء نيابة عنك، يعني ستقوم بتكبير الجيجا هاتش الخاص بك. وأنا أنصح بهذا يعني لأصحاب الاستثمار البسيط على الأقل في الفترة الأولى من استثمارهم. ونسيت أن أخبر أن الاستثمار في هذا الموقع يعني له عقود لمدة سنة واحدة فقط، يعني الشراء الذي قمت به أنا الآن سيستمر معي إلى غاية العام المقبل في نفس تاريخ اليوم وينتهي العقد. وإن شاء الله في آخر الفيديو سأعطيكم استراتيجيتي يعني ونصيحتي لكل مستثمر إن أراد اتباعها أو لا. ننتقل إلى خطوة أخرى. شرحنا هذه الخطوة الخاصة بالشراء الأوتوماتيكي سواء من تشفير السي اش 256 أو السكريبت. أنا أنصح بالشراء من هذا التشفير لأنه الأكثر ربح. نعود إلى الهيستوري، سنضغط هنا على هذه. كما تلاحظون هنا آخر شراء لي كان 700 جيجا هاتش بتاريخ اليوم، وتاريخ نهاية العقد هي هذه هنا. آخر شراء بعد هذا الشراء كان منذ أيام أيضا فقط، منذ 10 أيام بالتحديد قمت بشراء 40 جيجا هاتش. يعني أنا دائما ما أشتري الجيجا هاتش لأكبر حسابي في جيجا هاتش حتى تزداد يعني نسبة الأرباح يوم بعد يوم. هنا مجموع الشراء كما تلاحظون، قمت بالاستثمار الآن ب154، آخر استثمار لي كان ب8. هنا ويدرو يعني جميع سحوباتي، هنا يعني سحوباتي كثيرة جدا من هذا الموقع. سنضغط 50 مثلا كما تلاحظون توجد الكثير، وهناك صفحة أخرى هنا يعني الكثير من السحوبات التي تلقيتها من هذا الموقع. وهنا أمر هام جدا أحب أن أوضحه الآن، يعني هو رسوم الصيانة أو رسوم الكهرباء بالأحرى. أنا أرباحي اليومية هي 0.01 تقريبا وبعض الأجزاء، يتم اقتطاع منها تقريبا حوالي 0.3 أصفار 5 يوميا يعني كل 24 ساعة. رسوم الكهرباء إخواني هي 0.035 لكل 1 جيجا هاتش، يعني سأضرب هذا العدد في 1400 تساوي يعني اقتطاعات يومية حوالي 5 دولار من أرباحي، يعني نصف أرباحي ستذهب في رسوم الصيانة. هذا أمر طبيعي يعني لأن الموقع أيضا يستهلك كهرباء وغير ذلك. المهم أن تكون مصداقية، والموقع أثبت مصداقيته يعني من 2014 ليومنا هذا رغم ارتفاع البيتكوين وشدة صعوبة البيتكوين، إلا أن الموقع استمر في العمل، وهذا أكبر دليل على مصداقيته. يعني هذه النقطة أرجو أن تكون واضحة يعني حتى تقوم بحساب اقتطاعاتك بنفسك. يعني الآن سنعود إلى هنا ستنز، يعني أمر هام جدا. هنا يجب عليك وضع الأدرس بيتكوين التي سيتم إرسال الأرباح إليها، ثم تقوم بحفظ الإعدادات. لكن كملاحظة يعني إن قمت بتغيير الأدرس سيتم حظر السحب عنك لمدة أسبوعين، وأنا للأسف قمت بتعديل الأدرس يعني منذ أسبوع تقريبا، لذلك لن أتمكن الآن من السحب. كل ما عليك فقط حفظ هذه المعلومة، يعني إن أردت تعديل الأدرس سيتم منعك من السحب لمدة أسبوعين، وهذا للحماية فقط. هنا مجموع العملات المتوفرة. هنا إن أردت تغيير الباسورد كل ما عليك فقط هو كتابة الباسورد هنا وإعادته هنا ثم السيف. هنا إن أردت تفعيل خاصية جوجل لتوليد الأكواد يعني يمكنك تفعيلها، وأنا أنصح بتفعيلها يعني إن كان لديك استثمار كبير في حسابك. تقريبا إخواني هذا كل ما في موضوعنا اليوم. آخر نقطة وهي طريقة السحب من خلال داشبورد هنا. الآن لديك رصيد في البيتكوين وأردت سحبه، كل ما عليك فقط هو الضغط هنا على ويدرو وستتمكن من السحب. كما تلاحظون أنا هنا تم تعطيل حسابي للسحب مؤقتا ريثما تتم مدة الأسبوعين. أما هذه الملاحظة هنا فهي خاصة لأصحاب الدفع من خلال البنوك وغير ذلك. يقول لك أنه لا يمكنك الاستثمار من خلال حسابك المصرفي إلا لمبالغ أكثر من 500 دولار وغير ذلك. نحن أو أنا أنصح بالاستثمار من خلال الباير، وسبق وشرحت هذا البنك يعني بالتفصيل، وسأضع لك رابطه أسفل الفيديو حتى تستفيد من هذا الشرح. وقبل أن أختم هذا الفيديو إخواني أحب أن أنوه إلى عدة نقاط. لا تستهن بأي استثمار مهما قل، لكن إن كان استثمارك صغير أعد استثماره من خلال الاستثمار الأوتوماتيكي. النقطة الثانية، أهم عملة حاليا هي البيتكوين، وخصوصا التشفير ساشا 256 لأنه الأكثر ربحا تقريبا، لأني جربت تشفير السكريبت ولم أربح منه تقريبا شيء وأنهيت العقد يعني منذ فترة. النقطة الثالثة إخواني وهو البول، يعني لا تجرب أي بول لمدة طويلة، يعني حاول تغيير البول بين فترة والأخرى لتعرف أي بول هو الأفضل بالنسبة لك. أما استراتيجية إخواني في هذا الموقع فهي مراكمة الأرباح، يعني سأحاول قدر المستطاع المعادلة بين الشراء والمراكمة، وحينما أكون أمتلك رأس مال يعني جيد سأبدأ في تخزين العملة لأطول مدة يعني حتى ترتفع يعني في السعر. كما كنا نعلم سابقا
عملة بيتكوين كانت تساوي 300 دولار 400 دولار، الآن هي في 8000 ووصلت منذ أيام قليلة إلى 17000، وهو مرجح أن تصل إلى 30000. يعني حاليا أنا أحاول تكبير الجيجا هاتش الخاص بي، خلال فترة يعني سأبدأ في تخزين العملة، يعني أي عملة تقوم بتخزينها الآن خلال أيام أو أشهر ستبيعها يعني بأضعاف سعرها بكل سهولة. يعني أنا أنصح بتكبير الجيجا هاتش مبدئيا، ثم مراكمة الأرباح، ثم تخزينها، ولا أنصح بالبيع نهائيا هذه الفترة بالتحديد. هذا كل ما في موضوعنا اليوم إخواني، أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم. الموقع صادق وهو أكبر فرصة يعني لمن لا يملك أجهزة تعدين خاصة به، يمكنك البدء بأي سعر يعني مهما كان بسيط، ولا تستهن ولا تفكر كثيرا في الأرباح حاليا. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.